ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. بصوا، امبارح حصل اللي انا كنت بقوله بالملي، والله بتكلم بجد. انا امبارح كنت بقول لك ايه؟ بقول لك انه اول حاجه هيلعب عليها الاخوان المسلمين فورا يجي يقول لك شفتوا تخفيف الاحمال بقى 3 ساعات في اليوم، لدرجه انه انا قعدت ادور مش بقى على الكلام اللي هم بيقولوه. انا قلت ايه؟ سيبنا من الكلام، اما نشوف المواقف الرسميه او المواقف بتاعه القنوات هتبقى عامله ازاي. فبداوا يكتبوا الاسترابات اللي انت بتشوفها قدامك دي على السكرين، يكتبوا كده: مصر تبدا تخفيف الاحمال بواقع 3 ساعات يوميا. ده الكلام اللي قالوه الاخوان، في حين انه امبارح وانا بقول لك الكلام ده قلت لك ايه؟ قلت لك يا جماعه مفيش تخفيف احمال 3 ساعات ولا حاجه، اللي حصل كان صيانه. الوزارتين المعنيتين قالوا صيانه. انا شفت مذيع ما بصرف النظر، مش اخوان بس، مذيع ما قايل نفس الكلام اللي بيقولوه الاخوان: خلي بالكم الفترة اللي جاية مصر هتبدأ تعمل تخفيف أحمال، هيبقى 2.5 ساعات أو 3 ساعات. وكان بيتكلم بمنتهى الثقة يعني. أنا هنا مش بفترض سوء النية، بكلمك بأمانة، أنا بس بفترض حاجة، إنه يا جماعة هو مش معقول طول الوقت طول الوقت في ناس عايزة تعمل نفسها عالمة ببواطن الأمور. يعني على حساب مين؟ يعني بتكلم بأمانة والله بجد، مش علشان اعمل نفسي العالم ببواطن الامور وان انا مختلف وان انا هاخد لقطه وهعمل ترندز والناس هتتفرج وبتاع، في الاخر خلص اعمل ده حسابا على اعصاب المواطنين. المواطن اللي انت بتقلقه ده هو اللي عنده عيال في الثانويه العامه زي حالتي، والمواطن اللي انت بتقلقه ده هو اللي عنده حد كبير في البيت لا يتحمل درجه الحراره، والمواطن اللي انت بتقلقه ده هو اللي عنده شخص ما ممكن يبقى عيان او مريض وعامل حسابه على انه في مثلا تكييف شغال، ده لو ما كانش جهاز طبي موجود معاه في البيت يعني مثلا يعني. والمواطن اللي انت بتقلقه ده هو اللي ما يتحملش اذا كان عايش لوحده حد في سن كبير، ولا زوجة او ام ومعها اطفال ومفيش زوج موجود لايا كانت الاسباب انها تتحمل ان تعيش في ظلام من دامس، او في حالة من حالات انقطاع الكهرباء، او انه يبقى الحاجة اللي هي عاملاها ومحطوطة في التلاجة تبوء. يعني مش كده مش كده، مش علشان الترند اللقطة الفيوز نعمل نفسنا ان احنا فاهمين كل حاجة واحنا عارفين ما سوف يجلبه لنا المستقبل. هي مش كده، هي مش كده، لا ده أصل الشغلانة ولا دي اسمها صحافة بصراحة من غير ما حد يزعل. الصحافة عبارة عن ايه يا جماعة؟ ايه هي الصحافة؟ ايه هو مفهوم كلمة الإعلام؟ أن أعلمك، أعلمك بما يحدث. طيب وماذا عما سوف يحدث؟ ده حاجة اسمها التحقيق. طب التحقيق ده يعني ايه تحقيق؟ يعني انا اشوف الخبر واستطلعه من مصادره الرسمية، وادور على مصادر قد تكون غير رسمية بس قد تكون مطلع، عشان كده في مصطلح كده يقول لك مصدر مطلع. في مصدر اخر اسمه رفيع المستوى، وده بيبقى مصدر رسمي كبير لا يستحب ولا يحب وليس من المفضل ذكر الاسم أو الصفة بتاعته جوه الجهات اللي بيعمل بيها. وبعدين تبدأ تعرف يا ترى، هل ترى ما انت بتعمل ستوري، ما هو ده التحقيق بقى، التحقيق كده ستوري حدوتة، انك تبدأ تدور هل فعلا من الوارد انه مثلا في حالة الكهرباء هتزيد المدة بتاعت زيادة الأحمال تخفيف الأحمال، ولو حصلت هتحصل امتى، ولو امتى هتتعمل ليه. كل ده عبارة عن اسمه تحقيق، دون ذلك اسمه هبد وهري وكلام فارغ. يطلع بقى على لسان مذيع زي ما كنت بقول لك امبارح، دي مهنتنا، يعز عليا ان انا اقول كده، لكن لما يحصل ده، ده خطأ فادح، ده لعب بالناس، ومش شغلانتنا نلعب بالناس. يطلع واحد يكتب كلمتين على فيسبوك كلام فارغ، يطلع واحد يهبد لنا هبداية على تويتر ولا اكس كلام فارغ. طيب لما تيجي وزارة الكهرباء والبترول امبارح يقولوا البيان بتاعهم: يا جماعة هي كانت ساعة زيادة علشان خاطر موضوع الصيانة اللي بنعمله. ويجوا النهاردة يأكدوا: يا جماعة خلاص مفيش حاجة، احنا خلصنا الصيانة بتاعتنا ومفيش حاجة زيادة هنعملها. يعني لا هنزود ساعة ولا مش هنزود ساعة ولا كل الكلام الفاضي ده. السؤال هو بنعمل كده ليه؟ يعني بعضنا يقع في هذا الخطأ ليه؟
علشان يحصل ايه؟ عشان هنجيب كام الف فيو زيادة على يوتيوب، او علشان يتنشر لنا خبر في الجورنال الفلاني ولا الموقع العلاني ولا الناس تتنقل لازم شفت ده يوسف، انا اعتبر هاخدها انا ده يوسف قال. يوسف مش مصدر، يوسف صحفي يأخذ عن المصادر أو يحقق الخبر أو يحقق في الخبر. ماشي طيب، سيبك من ده، وجب بس التنويه، خلصت الساعة هي دوب كانت على قد امبارح. كل سنة واحنا طيبين. الوزارتين المعنيتين كهرباء وبترول قالوا خلاص كده كل سنة واحنا طيبين، احنا 100 فل و14. تعال اخدك قبل الفاصل، عايزك تروح معايا على تقرير، والتقرير ده تقرير كويس. تقرير كويس ليه بقى؟ لانه هو بيوري لك الادوار اللي المفروض بتلعبها دايما الاحزاب. الاحزاب يمكن لفترة طويلة جدا من عمر مصر بقت بتقدم ما يطلق عليه الخدمات، أو بتقوم بالنشاط الخدمي، ويمكن ده أثر كتير جدا على أداء نواب البرلمان المصري بغرفتيه على مدار عقود. ليه كانت الأحزاب بتعمل كده والنواب بيعملوا كده؟ لأنه بمنتهى البساطة للأسف لفترة طويلة من عمر هذا البلد غاب دور الدولة، وطبعا البلد وقعت في مستنقع فساد مهول 30-40 سنة يعني. وبالتالي أصبح الناس معتمدين في إن هم يحصلوا على خدماتهم جوه بقى النطاقات بتاعتهم، أحياء كانت أو كفور، عزب، نجوع، محافظات، بيرجع دايما لمين؟ يرجع للحزب ويرجع لسيادة النائب. بس الحزب في أساسه إيه؟ عمل سياسي. الحياة الحزبية هي حياة سياسية. فعجبني جدا اللي عملوا حزب حماة الوطن بأنهم عملوا ندوة توعوية في المنوفية تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية، دور تاريخي لمصر كلنا عارفينه، دعم بلا حدود مما لا شك فيه وبلا حدود في المطلق، وسوف يستمر إلى، مش هقولك بقى لحد قيام دولة فلسطين المستقلة، هقولك وثق انه مصر هتفضل تدعم هذه الدولة بإذن الله في حال إعلانها الكامل في وقت من الأوقات نتمناه قريبا. بس انه الأحزاب تبدأ تتحرك وتعمل النوع ده من الندوات السياسية الهامة والتوعوية بالغة الأهمية، وبتتحرك بره حدود المركز ألا وهو العاصمة القاهرة، وتبدأ تروح للمحافظات، ده يعجبني. خلونا نشوف التقرير ونشوف حزب حماة الوطن عمل ايه في المنوفية، وهنرجع نكمل الكلام. استمرارا لجهود التوعية بالقضية الفلسطينية، نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية ندوة عن دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من الخبراء. الفترة اللي فاتت ديت ابتدى يبقى فيه كثير من اللغط بيحصل على المستوى الإقليمي، ونشوف إن في ناس بتحاول تشكك في دور مصر، ولكن الحقيقة غير كده. طبعا احنا كلنا عارفين القيادة السياسية بتتعامل ازاي مع هذا الملف، وده يمكن طبعا كمان المواطن المصري بالذات بيعتبر ان القضية الفلسطينية دي هي قضيته الأولى على مر العصور، وهو ده اللي احنا بنحاول نأكد عليه. عندما نتحدث عن دور مصر في الوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية، مصر تقف مع قضيتها، فمصر رعت هذه القضية على امتداد التاريخ ودفعت آلاف الشهداء والجرحى في سبيل هذه القضية والقضايا العربية. المغزى من إقامة الندوة اليوم سواء في المنوفية أو على مستوى الجمهورية، ده كان توجيه مركزي إن احنا نبدأ نعمل دورة تثقيفية للناس حول إبراز الدور الفعلي، وكيف كان لمصر دور كبير جدا في القضية الفلسطينية، وكيف كانت القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل القيادة السياسية والشعب المصري. الهدف من الندوة النهاردة هي التوعية على الموقف المصري، والحقيقة أنا بنتهزها فرصة وأقول إن مصر أم الدنيا، القضية الفلسطينية كانت هي الراعي الأول لها، ودفعنا في سبيل ذلك الكثير.
الندوة استعرضت جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ، بالإضافة لمساهمات حزب حماة الوطن منذ 7 أكتوبر، كما أكد الحزب اصطفافه خلف القيادة السياسية من أجل إيقاف مخططات التهجير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا انا في حاجه عايز بس قبل ما نخش في المواضيع الجاده بتاعتنا جدا بفكر معاكم بصوت عالي. احنا بقالنا كتير والله يمكن في ظل الماساه اللي احنا بنعيشها في فلسطين يمكن ما ضحكناش برضو. كنت بتفرج على فيلم حماتي ملاك بتاع اسماعيل ياسين، وبعدين خدت بالي من المشهد. اسماعيل ياسين انتوا عارفين كان قايم بدور حانوتي وكان عنده الصبي بتاعه، أنا مش متذكر الحقيقة اسم هذا الفنان الرائع اللي كان فعلا بيضحكني جدا لأنه كان عنده ثبات غير طبيعي، ثبات غير طبيعي وبالذات قدام إسماعيل ياسين في الإفيهات يعني، كان راجل مليان كده فده الصبي بتاعه، فهو كان أيوه كان اسمه غزال، الصبي كان اسمه غزال. فإسماعيل ياسين دخل وكان وقتها يوسف فخر الدين مفترض إنه عامل نفسه ميت. فإسماعيل ياسين داخل بقى إيه هو الحانوتي وهياخد بقى الموضوع والغسل والدفنة والذي منه. فدخل الاول غزال الصبي بتاعه، حلو، حسن قتله، برافو عليك يا عبد عظيم، زي ما فكرتني حسن قتله الله يرحمه يا رب، ارحمهم جميعا. فدخل اسماعيل ياسين على اوضه النوم، المفروض انه يبقى جسد المتوفي موجود لو يوسف فخر الدين، فمش موجود. فبص اسماعيل ياسين راح بصص قال له انت اكلت الميت يا ابن المفلطحه، تعبير شديد الغرابه، ايه مفلطحه دي؟ ده اصلا ده واحد. اتنين، كل ده لان هو لقى في بقايا لون احمر حوالين بق غزال حسن قتله، فافتكر هو كله فعلا يعني عارف اللي هو كله لحم ودم، فقال له لا دي منبه يا معلمي منبه، قال له منبه. وتعرفين طبعا اسماعيل ياسين كان مذهل في التريقه على اللي حواليه. ايه اللي انا عايز اقول لك من ده عشان برضه ما تفتكرش ان انا قاعد عمال باخدك ونقعد نتذكر مع بعض افلام الابيض واسود، لدرجه طبعا ان احنا كل موجودين تقريبا جيل واحد، انا وعبد الوهاب وعبد العظيم اصغر مننا في السن حبه يعني، بس احنا الافلام دي كانت بتلعب دور مهم جدا في تكوين الناس، ما كانتش عندها حساسيه مفرطه او مبالغ فيها الى هذا الحد. يعني لو احنا خدنا نفس المشهد وجينا نفذناه في فيلم دلوقتي انتاج السنه دي، هنلاقي كم بلاغات تتهم اسماعيل ياسين بالتنمر وانه تنمر على رجل زائد الوزن يعاني من السمنه المفرطه، في حين ان ده لا في ذهن اسماعيل ياسين ولا حسن قتلة اكيد وقتها مستاء، وده كله ماشي في اطار درامي ما وفي اطار كوميديا ما والكل مبسوط والناس اتفرجت على الفيلم وقعت روحها من الضحك، واجيال اتفرجت على الفيلم عبر شاشه التلفزيون، كنا بنشوفه على القناه الاولى بالمناسبه، كان دايما القناه الاولى الساعه 2 اظن كانت لازم تجيب لنا فيلم عربي نقعد نتفرج، وكانت افلام حلوه والواحد لو شافها انا لسه شايفه قريب، فلما بنشوف الافلام دي لحد دلوقتي بنقعد نضحك يعني. الناس بقت ضيقه، ليه معرفش؟ يعني لو قلت اي حاجه لاي حد هو مستاء. وطول الوقت بقوا بياخدوا الموضوع في سكة التنمر، لا أنا مش بتنمر إحنا بنهزر. خلي بالك في فرق أنا أظنه كبير، طبعا مع احترامي جدا لمسألة دعوات ومبادرات عدم التنمر بل ومواجهة هذا السلوك البشع، خد بالك ده سلوك بشع انك انت تخش على حد بنية اهانته والامعان في الاهانة وانك تضحك عليه الناس وانك انت تكسر نفسه وتدمر حالته النفسية، ده شيء بشع وتجب مواجهته. انا اللي بتكلم فيه حاجة تانية خالص، احنا ساعات بناخد الموضوع في سكة بعيد عن اصلها، يعني زي بالظبط المشهد بتاع فيلم حماتي ملاك. انا اكاد اجزم ولا احب ان اقسم لو اتعمل الفيلم ده دلوقتي لا يترفع 30 مليون قضية على
المنتج والمخرج والسيناريست واسماعيل ياسين وقتل نفسه انه قبل ان اسماعيل ياسين يقول له كده، زي بالظبط مشهد عبد السلام من نابلسي، ابسطها يا باسط، تيجي الست زينات تروح دلق عليه الملوخيه فيقول له ما تبسطهاش اكتر من كده. ايه حول عبد السلام النابلسي ده رأى ديان. الناس بقت ضيقه. المهم انها منبه يا معلمي، منبه فعلا. طيب تعال نخش في المواضيع الجد بقى. فيروس سي المذيع اللي بيتكلم دلوقتي شايف ان هو واحد من اهم المشروعات او اهم المبادرات او اهم الانجازات اللي لم يكن اهمها على الاطلاق اللي حصلت بالنسبه لنا كمصريين. علشان فيروس سي ده دمر صحه المصريين بدرجه الحقيقه لم نكن نتصورها او نتخيلها على الاطلاق. فيروس سي ده، وربنا يا رب يشفي الجميع ويعفي الجميع، انتوا مش عارفين كان بيعمل ايه في البني ادم. غير في مساله الالم، ده الالم والرقده، والرقده وحشه، وهذه الرقده هي اللي كانت بتخلي البني ادم ده مش قادر يروح يجري على لقمه عيشه، وحط جنبها معاناه اسرته اللي طول الوقت ما بين ان هم طبعا زعلانين على هذا الاب او الاخ، الزوج، الابن، الجد الى اخره، والمعاناه بتاعه العلاج، وعدم قدره غالبيه المرضى ان هم يروحوا يشتروا هذا العلاج. احنا كنا بنتكلم في ملايين الحقيقه يعانون من هذا المرض. وكنا بنتكلم للاسف الشديد ان مصر هذا البلد العظيم يبقى ترتيبه رقم واحد على مستوى العالم في الاصابه بفيروس سي. علشان كده انا دايما بقول الجمله دي وبأكررها عشرات المرات. هذا الرجل اللي انتوا لسه شايفين صورته حالا، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لو ما كانش عمل حاجه واحده في البلد باستثناء مكافحه فيروس سي والقضاء عليه، يتشال في العين وعلى الراس، في حين انه عمل الاف الامور، الاف الامور. الريس، الدولة عملوا آلاف الأمور اللي غيرت حياتنا بالكلية، بالكلية في كل حاجة. أنا ممكن أقعد أكلمك على فيروس سي، وأكلمك على المدن الجديدة، وأكلمك على العشوائيات، وأكلمك على التعليم، وأكلمك على التعليم الجامعي، وأكلمك على البحث العلمي، وأكلمك على إزاي اتبعت لعقول وعلماء وعباقرة مصر علشان يرجعوا يفيدوها تاني، وبيشتغلوا عبر مجالس مباشرة، مجلس استشارية مباشرة مع فخامة الرئيس، وحدث يعني في 5000 حاجة، وتطوير وتحديث الجيش مرة تانية، سواء إذا كان على المستوى التدريبي وعلى على مستوى المعدات والتطوير إلى آخره. لكن اللي اتعمل في فيروس سي فعلا حلم قعدنا مستنيين، لا حلم كان عندنا كابوس مش عارفين هيخلص إمتى، قعدنا 20-30 سنة مش عارفين هيخلص امتى، والتخلص منه وكأنه حلم بعيد الى ابعد الحدود، وتخلصنا منه وبقينا اول دولة تتخلص بالكامل من هذا الفيروس. ده مش بس كده، والناس اتعالجت زي الاعلان القديم، فاكرين كده حاجة ببلاش كده، والناس اتعالجت تقريبا اقدر اقولك بالمجان، يعني مفيش. فمنظمة الصحة طلعت تقرير، الحقيقة منظمة الصحة العالمية طلعت تقرير بخصوص موضوع دراسة الحالة المصرية تحديدا، يعني منظمة الصحة الـ WHO قاعدة بتدرس الحالة المصرية، ازاي المصريين قدروا ان هم يقضوا على فيروس سي. والدراسة دي كان فيها 5 عناصر ممكن نبقى نتكلم عليهم بعدين، لكن مهم جدا 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 عنصر شديد الأهمية، ألا وهو التزام الدولة بإيه؟ بأنها مستمرة في الإنفاق على الرعاية الصحية والبنية التحتية الصحية بمنتهى القوة. الدولة مستمرة. أنا لازم أعدل الكرسي. من ناحية أخرى مهم برضو أن أنا أوري لك إزاي الصحة بتشتغل، أو منظمة الصحة، آسف، وزارة الصحة عندنا بتشتغل. وزارة الصحة الحقيقة بتشتغل طول الوقت، وبتشتغل يعني أنا لا أنسى أبدا دور وزارة الصحة، الدور العظيم اللي لعبته وزارة الصحة أيام الكورونا، لا أحد يستطيع نسيان ده، جهد لا يمكن أن يكون منكور، لا يمكن.
في ظل تشكيك مش بقى الإخوان المسلمين وقلاضيشهم، دول العالم شككت في قدرة مصر على إنها هتقدر تواجه الكورونا. والحقيقة احنا واجهناها بمنتهى الكفاءة، منتهى الكفاءة، وكأن كان هناك خطا ساخنا مفتوحا طوال الوقت ما بين وزيرة الصحة آنذاك وما بين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية والصحية وما بين الرئيس بنفسه، علشان نقدر نواجه هذه الجائحة. ونجحنا بشكل خلى الناس التفتت لينا، يعني العالم نفسه كان بيبص. اللي ما نجحش فيه الأمريكان نجح فيه المصريين، اللي ما نجحش فيه الأوروبيين نجح فيه المصريين، ودي حقيقة وواقع أنا وإنت عايشينه بدليل إن إحنا هو الصحة كمان طول الوقت بتشتغل. يعني مثلا إحنا عندنا الحج بتاع القرعة، أهالينا المسافرين يعني، فالصحة بعت معاهم البعثة الطبية اللي بتشتغل بجد تكشف وتعالج فين؟ في مكة وفي المدينة. طيب لحد دلوقتي موقعين على كشف وعلاج لقد إيه؟ ل 1062 حالة في مكة والمدينة. لم يعد المصري نهبا لمرض، لم يعد المصري نهبا للظروف أو الإهمال أو عدم الاكتراث على الإطلاق خالص. المصري طول الوقت طول الوقت بقالنا 10 سنين، وده جد، وانا بكلمك وانا ضميري مرضي 100%، طول الوقت تحت بؤرة الاهتمام. في حاجات ممكن ما تبقاش عجبانا، وارد، كتير ولا قليل مش دي المناقشة، بس هي المسألة ايه اللي في وسعنا وفي قدراتنا كدولة يتعمل وما تعملش. انا اظن اي شيء في قدرتنا، بل ما قد يتخطى قدرتنا احيانا، كنا بنقعد عارف اللي هو ايه، بنلف يمين وشمال علشان نعرف نحققه. معايا على التليفون الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئه الاسعاف المصريه ورئيس البعثه الطبيه للحج. اهلا بيك يا دكتور عمرو. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. نبارك لك باذن الله على الحج كده لما ترجع، ما تنسناش في ميه زمزم يا دكتور. وربنا يرجعكم جميعا بالسلامة. عايزين نعرف على يعني، وأنا أثني جدا وأثمن جدا الجهد اللي بتبذلوه من خلال بعثتكم الطبية لرعاية أهالينا هناك في مكة والمدينة. عايزين نعرف أكتر، بتعملوا إيه ووصلتوا لإيه لحد دلوقتي؟ والله البعثة اشتغلت على كذا دراسة بتاعت الإعداد لمسلم الحق. إحنا اشتغلنا كل التحتيه بتاعه العيادات، تجهيز اكثر من 20 عياده في المدينه المقدسه في مكه المكرمه، وتجهيز 3 عيادات في المدينه المنوره. عظيم. جزء طبعا قائي بتشتغل عليه السرعه هي اللي دكتور عمرو الخط بيقطع جامد جامد جامد. انا مقدر طبعا انه رومينج، ومقدر انه اكيد في ضغط على الشبكات هناك في المملكه يعني بسبب البعثات، بس الصوت واضح. ايوه كده احسن كتير. طيب احنا اشتغلنا على اكثر من ذراع زي ما بلغت حضرتك. الجزء الاولاني تجهيز العيادات الطبيه، تم تجهيز 20 عياده في العاصمه المقدسه في مكه المكرمه، تجهيز 3 عيادات في المدينه المنوره. في جزء اخر، اتفضل يا استاذ يوسف. لا بقول لحضرتك عظيم، انا معاك يا فندم. في جزء اخر اللي هو الجزء الوقائي اللي بيتم بدايه من معرفه الاسماء بتاعه الخاصه بالقرعه والاسماء الخاصه بحجاج التضامن والسياحه، بيتم ارسال رسائل توعويه، وبيتم فيها استقبال بدايه من استقبال الحجاج في مطار القاهره، وعمل ندوات ثقافيه وارشاديه لكيفيه الحفاظ على الصحه العامه اثناء موسم الحج. عظيم. بيتم عمل ندوات اخرى ثقافيه في فنادق الاقامه، في اماكن في العيادات الخاصه بالحجاج. برضو ازاي يتم التعامل في درجات الحراره العاليه، حالات القدم السكريه، كيفيه التعامل والسير، بيبقى في مسافات طويله طبعا حضرتك عارف. طبعا طبعا ده بيحتاج وقايه، لان يعني الحالات اللي تتم فيها مقاطعات دي تستمر فترات طويله،
وبيمنع الحاكم من ممارسه الشعائر الدينيه في هذا الوقت. الجزء الاخير عندنا بنيه تحتيه رغب كل تشتغل على النظام الالكتروني الخاص بوزاره الصحه، وطبيعي كل كافه البيانات الخاصه بالحجاج وكافه العلاجات اللي بتتم صرفها بيتم تسجيلها على النظام الالكتروني، ونقدر نطلع بقى احصائياتنا، نقدر نشوف ان اكثر عياده شغاله، ايه العيادات التخصص اللي احنا في دعم اكثر. طبعا احنا واخدين دواء من 10 طن ادويه من القاهره، عظيم جدا، عظيم يا دكتور. اشكرك جدا دكتور عمرو رشيد، رئيس هيئه الاسعاف المصريه ورئيس البعثه الطبيه للحج. طيب احنا زي ما كنت بقول لك في مصر احنا بنشتغل، وبنشتغل على اصعده مختلفه وان كانت متوازيه، يعني بنعمل إعادة هيكلة في الاقتصاد، بنعمل إعادة هيكلة في البناء الإداري للدولة، بنشتغل على تفعيل منظومات عدة، زي ما بنتكلم على الصحة إلى آخره. وفي حاجة مهمة جدا اسمها إيه؟ اسمها مؤشر الشفافية. مؤشر الشفافية. طيب، يعني إيه مؤشر الشفافية؟ هو باين من اسمه الشفافية والإفصاح. ومشاركة المجتمع في كل ما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة الشراكة الدولية. احنا بنشتغل على ده طول الوقت، وبدأنا نحقق فيه مراكز جيدة، يعني احنا بنتقدم، ما احناش واقفين مكاننا. طيب احنا قدرنا ان احنا نحقق مراكز جيدة في ثلاث مؤشرات دولية للموازنة. طول ما انا بتقدم في مؤشر الشفافية، طول ما ده بيساعد على جذب الاستثمار، التحفيز يعني اصبح حافزا لجذب الاستثمارات. يعني ايه؟ يعني بصوا يا جماعه، لو افترضنا مثلا ان انا مستثمر بريطاني، طبعا شكلي ما يجيبش بريطاني باي حال من الاحوال، مهم يعني مثلا، فلو افترضنا ان انا مستثمر بريطاني، فيجي خواجه مستر وايت ياخد بعضه وعاوز يستثمر يعمل شركه في مصر، مصنع في مصر، ايا كان نوع الاستثمار. انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا ابقى عارف تحديدا شكل المسارات اللي مطلوبة مني علشان خاطر أقدر أطلع التراخيص، أشتري الأراضي، أخد المخصصات بتاعتي، إذا كان ليا شيء ما، هل ليا حوافز ما ضريبية أو استثمارية، هل ليا حافز على التصدير ولا ماليش، ليا إيه؟ طيب هصرف قد إيه لحد مبدأ العملية الإنتاجية بتاعتي، سواء إذا كان منتجي ده بقى هو حاجة صناعية أو إذا كان منتج خدمي، إلخ إلخ إلخ، هصرف إيه؟ هتعمل ازاي؟ انهي جهات؟ كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها بل ويزيد مهم ان انا ابقى عارفها كمستثمر بريطاني اسمه مستر وايت. هي دي الشفافيه والمصارحه. طول ما الامور شفافه قدامي، واضحه، على راي الجماعه الانجليزي يقول لك ايه؟ كريستال كلير، هي يعني نقيه نقاء الكريستال. ده يشجعني ان انا اجي. طيب لو المساله ضبابيه وغير مفهومه؟ اقول لك لا. يعني مثلا زي ايه؟ طب انا لما بدخل فلوسي بدخلها ازاي؟ طب واخرج ارباحي الراسماليه ازاي؟ مثلا، وده سؤال دايما بيتسال. طول ما ده قدامنا وواضح، انا كمستثمر انا مبسوط. هنا بقى ابدا ادرس، والله هل مصر الاستثمار فيها جيد ولا مش جيد؟ طب يا ترى انا ارباحي هتبقى عامله ازاي؟ طب يا ترى انا اقدر احقق ربحيه ازاي؟ طب يا ترى انا اقدر اتحرك من البريك ايفن لمرحله المكسب الصافي ازاي؟ الى اخره. خليني هنا بقى افهم اكتر حول هذا الموضوع من استاذه ساره عيد، رئيس وحده الشفافيه والمشاركه المجتمعيه بوزاره الماليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وبكل المستمعين. اهلا بحضرتك. يوسف كان يعني حاول ان يجتهد، ارجو انه يكون ما كانش بيفتي في مساله الشفافيه. لا ابدا، حاول بس مجرد محاوله. لا لا، محاوله جيده جدا، وقد تكون بقى مواطن برازيلي بدهيألي شويه نقول او هندي، يعني انا اجيب هندي يعني بس تمام. الله يخليك يا فندم. فمحتاجين ان احنا نفهم احنا بنتقدم في المراكز. احنا النهارده مركزنا قد ايه؟ من 10 سنين كان مركزنا فين؟ عملنا قد ايه علشان نتقدم هذه المراكز؟ وانعكاس ده على الجاذبيه الاستثماريه بتاعتنا كدوله. حلو قوي، انت بس قلت جمله هايله جدا، انه يعني هو كويس
مش بس اللي بره بيشوفونا ازاي، لكن كمان احنا شايفين نفسنا ازاي. المؤشر ده هام جدا لانه بيعكس حاجة مهمة اللي هي اين ذهبت اموال الدولة، وده سؤال اعتقد صح. كل المشاهدين عايزين يعرفوه وبشدة صح. ومحتاج كمان يتبسط، الناس من حقها تعرف المعلومة وليه احنا حطينا اولويات الوقت اللي فات في قطاعات معينة، وليه هنعمل ايه الوقت الجاي. الاسئلة دي بتدور في ذهن ناس كتير على مختلف الاصعدة طبعا. والحقيقة احنا بقالنا 12 سنة، من 2012 كان مؤشر مصر الحقيقة 12 فقط على 100، وكنا الحقيقة على الرغم ان احنا كنا قبل كده من قبل 2012 كمان كانت يعني عندنا يعني درجات احسن من كده، لكن مع الثورة ومع كثير من الاحداث الحقيقة يعني وزارة المالية اخذت على عاتقها انها تشتغل على ثلاث ملفات مهمين. اولا ميزانية الدولة، فشفافية كل ما هو قبل اعداد الموازنة وبعد اعداد الموازنة، والفلوس في حساب نصف سنوي، كشف حساب بناء عملنا ايه في الموازنة، تنفيذها على الارض، الرقابة عليها، التنفيذ المتابعة، ده مؤشر. المؤشر التاني بعد ما طلعنا كل الارقام دي، طب ما هو كان مواطن عرف عن المعلومة، احنا ممكن نحطها وتم نشرها، وده الحقيقة هم بيقيسوه الى اي مدى احنا بذلنا مجهود ان الناس تعرف، وان احنا كمان نشركهم في القرار. في المحليات ودي احنا عملناها من خلال حاجة جميلة اسمها الموازنة التشاركية، وده اللي انا عايزة بصراحة اشيد بيه بجهود شباب الفيوم العظماء الجمال والاسكندرية، ودلوقتي ان شاء الله بني سويف واسيوط، ان هما بينزلوا في المحليات بنتم تمكينهم تدريبهم ازاي يقروا الموازنات، ازاي يتابعوها، ازاي يرجعوا لمتخذ القرار، ومن خلال جلسات استماع جماهيري ازاي يشاركوا بارائهم ويكونوا حلقة وصل ما بين المحافظ وما بين الناس. المهم ان في الاخر نطور مع بعض المنظومة. والمؤشر الثالث وهو الاساسي طبعا فيهم كلهم هو بقى المراقبه اللي برايا، يعني كويس انا بتكلم عن نفسي بقول ايه. طبعا هو المؤشر ده دولي بتعمله منظمات عالميه وبحياديه تامه، واللي بياخد كل البيانات ويقيسها مش الوزارات، يعني منظمات مجتمع مدني عشان يطمنوا انه ان البيان صحيح، فبيراجعوه ثلاث مرات جهات خارجيه، ثم انا من حقي كحكومه او وزاره ان انا اقول الكلام ده صح ولا لا، ثم بقى واحد ثالث يقرر اذا كان انا الصح فيهم عشان يطمنوا تماما ان المعلومه صحيحه وعليها كل الادله. المؤشر الثالث الفرعي هو الرقابه على الموازنه من الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان المصري. الحقيقه ده زاد 10 درجات لوحده، بالنسبه للشفافيه زدنا 6 درجات عن اخر سنتين، هو بيتعمل كل سنتين، وزاد تراكمي 36 درجة مئوية من 2012 وحتى الآن. أما بقى المفاجأة في مشاركة الجمهور مع الحاجات المبتكرة اللي احنا عملناها، واللي أنا أحب جدا طبعا إن في مرات أخرى نبقى نجيب الشباب نفسهم ويتكلموا عن تجربتهم، احنا تصعدنا ب 16 درجة مئوية، بقينا دلوقتي نحتل المركز الثامن عالميا، المركز الأول لكوريا الجنوبية وبريطانيا، احنا دلوقتي بقينا بعد فرنسا واستراليا على طول. احنا يعني انا بتكلم بجد والله، احنا تخيل بقى ليه. اولا لان كل بلاد العالم يعني طبعا مع الجائحه ومع كثير من التحديات، في بلاد كتير جدا متقدمه ابتدت تتراجع، ما قدروش يبذلوا نفس المجهود في اتاحه البيان. احنا زدنا، واحنا من اتكتب عننا كده في التقرير السنه دي، من بلاد قليله جدا منها جنوب افريقيا وناميبيا وزامبيا من افريقيا هم اللي عليوا، في حين في بعض الدول من دول غرب أوروبا وكندا وأمريكا تراجعوا. بالنسبة بقى للمشاركة المجتمعية، وهي دي الحتة لأنها حتة فعلا فيها ابتكار شوية، إن إحنا قدرنا إن إحنا نطبقها بس بشكل جديد ومختلف، لأن إحنا الحقيقة النموذج بتاعنا مش بس هو نموذج الوطني للموازنة التشاركية، شارك فيه على الأقل 6 أو 7 وزارات، لكن كمان هو يعني تمكين للمواطن، إحنا يعني بنعلمه كل ما هو الموازنة ازاي يقراها، ايه احنا على اي اساس بنحط الموازنات، كمان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ازاي بنوطن اهداف التنمية المستدامة، ازاي نقيس الاصل، وزارة التنمية المحلية كان ليها دور كبير جدا، احنا دراسات الجدوى اتعملت ازاي على المشروعات ديت، ثم بعد كده علمناهم ازاي يكونوا قادة مجتمعيين محليين يرصدوا المشاكل يرجعوا بيها لمتخذ القرار، وده طبعا خلال كتيره زي جلسات الاستماع، ثم عشان يتخرجوا لازم يحلوا مشكله مجتمعيه بدون اضافه اي اعباء اضافيه على الدوله بشكل تطوعي تماما. صح 100%. فهي حلقه مهمه جدا،
من غير ما يكون في مساءلة ومتابعة ورقابة ثم استجابة من متخذ القرار، عمرنا ما هنقدر نقفل الحلقة المفرغة دي. لا ده احنا لازم تنورينا ونقعد ونتكلم في ده بشكل اكثر اتساعا. احنا بقينا رقم 8. انت قلت لي كده السنه اللي فاتت. ما انا كل مره طب انا قلت لك طب مش ما 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 هتلاقي وقتك اللي ما بيسمحش. انا لا وقتي لا متاح لا لا انا لا موجود لا يعني على العموم خلاص احنا يعني لا ده بجد والله العظيم لازم ده موضوع انت مهم. هتبقى سعيد جدا بالشباب، واتمنى كمان لو قلت لي قبلها اجيب لك عينه مختاره من اسيوط بني سويف اسكندريه الفيوم. احنا متفقين 100% متفقين. تم توقيع التعاقد دلوقتي اهو على الهواء. يلا بينا. بتكلم بامانه اشكرك جدا 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 استاذه ساره عيد رئيس وحده الشفافيه والمشاركه المجتمعيه بوزاره الماليه. احنا رقم 8 على العالم. هتيجي تقول انت مستغرب ليه؟ هقول لك انا مستغرب ليه. مستغرب ليه؟ علشان احنا كنا بعاد جدا جدا، بل انه العالم طول الوقت كان بيتكلم عننا بنظرة سلبية جدا ولسنين طويلة جدا. فلما ابقى انا النهاردة في المركز الثامن، لا ده انجاز بجد مش هزار، وده اللي بجد يجيب المستثمرين. يطلع بقى برازيلي ولا يطلع هندي على رأي استاذة سارة، مش دي القصة يعني. طب انت عارف على سبيل المثال انا من الناس التي تشجع الاستثمار الهندي جدا 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 جدا، لان الاستثمارات الهنديه بتبقى استثمارات ضخمه واستثماراتهم دايما صناعه وتكنولوجيا، فيعني انا النوع ده من الاستثمارات ارحب بيه لابعد الحدود لابعد الحدود. وبعدين اخواتنا الهنود ناس شغيله يعني، عارف اللي هو ايه، لا يكل لا يمل لا يتعب، بيعجبوني قوي في كده، لا يكل لا يمل لا يتعب. هو والباكستاني لا يكل لا يمل لا يتعب، احب انا كده جدا الشغل المستمر. طيب بمناسبة الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، هو الموضوع ملوش علاقة بالاستثمارات، هو ليه علاقة بالانخفاضات. احنا كتير جدا كنا بنتكلم يا جماعة يا كرام، في سلع كتير جدا في مصر لما الدولار كان للأسف في مرحلة ما كان فيها سوق سودة وكان شادد حيله علينا ومطلع عينينا، ووصل ل 75 جنيه لمدة تقريبا من 36 ساعة ل 48 ساعة، سعرت كل شيء أو سعر كل شيء في بلدنا على ال 75. طيب بقى نزل وطلع ونزل واستقر عند معدل ال 47 47 وكسور. هل الأسعار نزلت بنفس النسبة؟ يعني نزلت من نسبة هبوط من 45 ل 47 تعمل كم في المية دي يا زيمة؟ تعال بقى لما نقعد نحسبها على الكالكوليتر. أدي 45 ناقص 47، روح يا نوفمبر، تعال يا نوفمبر، ماشي 28 جنيه هنقسمها على 75 هيساوي 37%. أيوة في مية 37% و3 من عشرة. هل الأسعار انخفضت عن فبراير هنقول مارس 37% و3 من عشرة؟ لما جينا اتكلمنا مع كتير جدا من رؤساء الشعب، أنا بسميهم دايما الشهبندرات، فقالوا لنا يا جماعة النزول هيبقى تدريجي. على ما يبدو أن الكلام ده فعلا، لأنه على سبيل المثال في الأجهزة الكهربائية بدأت تحصل انخفاضات تدريجية. خليني أخذ معانا على التليفون أستاذ حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. إزاي الحال؟ كله كويس؟ الحمد لله. نطمن على الأسعار؟ والله الأسعار طبعا الفترة اللي فاتت انخفضت نتيجة أنت عارف في الأزمة وعدم وجود استيراد وعدم وجود مكونات وخامات، العرض كان اقل كتير من الطلب. ماشي. وطبقا لنظريه السوق لما العرض يبقى اكتر من الطلب، سوري العرض اقل من الطلب، الاسعار بتزيد. بس زياده الاسعار دي بتيجي منين؟ بتيجي من بعض التجار اللي هم بيستغلوا الظروف اللي البلد ممكن تبقى فيها. فحصل زيادات في الاسعار وزيادات مبالغ فيها، بالإضافة لحصل الظاهرة زي ظاهرة السيارات كده، ظاهرة الأوفر برايس. ودي كانت من التجار، الصناع ما بيعملوش أوفر برايس، الصناع ما بيزودوش أسعار إلا إذا التكلفة زادت عليه. فطبعا دلوقتي بعد الإفرازات الجمركية عن البضائع المكدسة كانت في الجمارك، على الرغم إن كان فيها غرامات تأخير كتيرة وتكلفتها زادت،
الا ان ابتدى الانتاج يبقى موجود في السوق وابتدت الاجهزه تبقى موجوده عند التجار، فالطلب والعرض ابتدوا يتوازنوا مع بعض، فابتدت انخفاض الاسعار من التجار عشان يقدر يبيع. حلو. ده اللي حصل في الفتره اللي فاتت. هل اقدر اقول انه السعر انخفض عن بداية مارس اللي فات وحتى هذه اللحظة بمعدل 37% اللي انخفض بيهم سعر الدولار؟ لا لا خالص خالص خالص. ليه بقى؟ لأن خلي بال حضرتك انخفاض الدولار، احنا لما ما فيش جهاز كهربائي او منزلي في مصر ما فيهوش نسبة مكون اجنبي، نسبة استيراد. طبعا. عشان نسبة الاستيراد دي تبتدي تقل معانا لازم دورة استيرادية كاملة. أوه. من اول المصنع ما يعمل امر التوريد ويبعت الورق للبنوك يفتح اعتمادات ويروح للمصنع الاجنبي عشان يبعت لي حاجاتي وتيجي الجمارك هنا وابتدي اخلص عليها، محتاجين شويه حاجات ووقت. الوقت ده الدوره دي حوالي متوسط 3 شهور طبقا لي انا جايب من الصين ولا جايب من اوروبا او كده، لكن احنا في متوسط 3 شهور. فالكلام ده لسه هيبتدي يسمع. طب هل ده اصلا انخفاض في الاسعار؟ اكيد، لان التكلفه هتتاثر على الصنع، فبالتالي انا هنخفض الاسعار بنسب متفاوته من صنع لصنع طبقا ان هو بيجي منين. طيب ما ده برضو خليني اسال سؤال حسن بيه. اتفضل. متعلق بانه طالما الدوره 3 شهور تقريبا هو حلو، ليه لما الدولار سعره نط بقى 75 الاسعار اتحركت في نفس ذات اللحظه، ما انتظرتش 3 شهور ولا حاجه ولا انتظرت يوم؟ في نفس اللحظه يسأل التجار يا فندم، التاجر بيبقى عنده البضاعه، انت عارف ان ده بيحصل في مصر. ايوه بره حضرتك عارف الرف في السوبر ماركت يبقى عليه نفس الصنف بس جاي بضاعه قديمه بسبب السعر القديم والجديد بيحط سعر جديد، عارف كده كويس. احنا عندنا مجرد نشم خبر، مش السعر يزيد، نشم خبر ان الدولار زاد بنزود البضاعه الموجوده في عند التاجر في المكان. بيعملوا فينا كده. وده مش صح، ده مش صح، مش ده يؤدي لركود يعني في النهايه؟ ما انا عندي قدره شرائيه. وبالفعل يا استاذ يوسف بالفعل دلوقتي في ركود، يعني انا ببقى عندي قدره شرائيه معينه والتاجر اكيد سيد العارفين فاهم القدره الشرائيه بتاعت المواطن قد ايه، كده الحاجه هتتركن عنده فهيستفيد ايه؟ هو حسبها غلط. هو حسب ازاي؟ زي الذهب ما كان بيحسب. هو الراجل حسب ان هو بيشغل في 2 كيلو ذهب فهيشتري ال 2 كيلو دول بكام؟ فسعر اللي عنده عشان على السعر الجديد عشان يقدر يجيب ال 2 كيلو عشان راس المال بضاعه. انا عندي 100 ثلاجه بشتغل فيهم ومتوقع متوقع السعر يزيد فهيشتري ال 100 ثلاجه دول بسعر اعلى فباع اللي عنده بالسعر الاعلى عشان يقدر يجيب نفس ال 100 ثلاجه. نفس النظريه. من المنطلق ده حسن بتتوقع انه الاسعار تبدا تهدى تاني اكتر من كده مع دخول الحاجات اللي في المواني، استقرار سعر الصرف الى اخره؟ اكيد اكيد، بس في شويه شروط، مش شروط، شويه طلبات. حلو. اولا سعر الصرف يستقر وان شاء الله يستقر لفتره طويله. ده مستقر. الحاجه الثانيه البنوك تسرع في فتح الاعتمادات للصناع عشان نقدر نجيب الخامات والمكونات المستوردة لغاية ما نبتدي إن شاء الله نوطن الصناعات دي في مصر، وإحنا في طريقنا لتوطين الصناعة دي، وإن شاء الله مع الوقت مش هنحتاج نستورد حاجة من بره، وده هيأثر بالإيجاب على موضوع الأسعار لصالح المستهلك. طيب. الحاجة الثالثة لما الحاجة تيجي المواني لازم بسرعة، لأن أنت عارف المواني إحنا بندفع حاجتين، بندفع للشحن للشركات الأجنبية الشاحنة وبندفع جمارك وأرضيات. صح. انا لازم بسرعه نحرك الموضوع عشان ما نضطرش ندفع الكلام ده بغرامات وارضيات والكلام ده كله، ففي الاخر التكلفه على الصانع تزيد فالسعر ما يتاثرش بالكلام اللي احنا متوقعينه. صحيح 100%. بشكرك جدا 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 استاذ حسن مبروك رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه باتحاد الصناعات. الكلام ده بالمناسبه ممكن ناخده، انا هستريح بس كده في القعده، لانه احنا عندنا ماساه في تسعير العربيات في مصر، مأساة كاملة يعني، وتحس أنها نهبة متكاملة الأركان، نهيبة يعني. بتوع العربيات نفس القصة كده، بس بتوع العربيات بقى إيه؟ وحوش. إحنا أغلب العربيات اللي بنشوفها في المعارض دي مستوردة، وفي شركات كانت بتجمع في مصر بسبب الظروف اللي حصلت في الفترة بتاعت حرب روسيا وأوكرانيا وقفت التجميع المحلي
بقدر كبير جدا. ده افهم. بس العربيات المستورده كتير جايه بقى من الصين، جايه من اوروبا، جايه من امريكا، جايه من اليابان، جايه من كوريا الى اخره، كتير. فلما حصل وزاد السعر بتاع الدولار لما كان 75، هوب راحوا رافعين الاسعار في السماء. نزل يابا، ما بينزلش. يجي واحد هيقول لك على طول من تجار العربيات، يجي يقول لك لا بس احنا نزلنا. لا، انت نزلت من الاوفر برايس. من الايه؟ من الاوفر برايس، مش من سعر العربيه. خد بالك تاني، انت نزلت من الاوفر برايس مش من سعر العربيه. ده واحد. اتنين، الدليل على اللي احنا بنقوله انه لو فلان الفلاني حد فينا قرر انه يروح يستورد العربيه بنفسه، هيحصل ايه؟ هيجيبها ارخص من اللي جايبها التاجر. وده في حد ذاته معادله شديده الغرابه. قول لي ليه بقى؟ التاجر لما بيجي يخاطب الشركه الصينيه ولا الالمانيه ولا الامريكيه ايا كان، حتى لو مش وكيل، فبيتسال سؤال، انت تاجر ولا فرد؟ هو ده استخدام شخصي ولا انت لغرض التجاره؟ لو الاجابه لغرض التجاره هيتقال لك عظيم، ابعت لنا السجل التجاري بتاعك، التسجيل بتاعك، عشان هندي لك خصم. ليه؟ لانه عايزك تكسب. انت هتسحب منه 7-8-10 عربيات. يوسف لو راح استورد عربيه استيراد شخصي ياخد عربيه، لكن انت هتاخد مني 10 عربيات، فهدي لك خصم، والخصم ده بيبقى من 7-10%، ومحدش يقول لي لا. ليه؟ علشان انا مش من الناس اللي بتيجي تهبد، انا بعمل الهوم ورك الاول. ده انا بعمل بجد الواجب الاول. من 7-10%، ادي واحد. اتنين، انا لو هجيب العربيه مثلا من الصين هحطها في كونتينر، فالكونتينر ده ممكن يصل تكلفته، احطها في كونتينر بقى لوحدي، اعمل نفسي باشا، ما انا يعني هجيب مين برضه اشاركه في كونتينر، ما اعرفش حد. بكام يا عم؟ هيجي يقول لك الراجل الصيني، هيقول لك ب $7,000، $6,000 لو فصلته. التاجر بيعمل ايه؟ انا العربية وقفت عليها شحنها كام؟ بالميت $6,000. التاجر بيحط كام عربية في الكونتينر؟ حاضر، اصبر بس هيوز. التاجر بيعمل ايه بقى في الكونتينر؟ بيحط فيه من 3-4 عربيات، هو الكونتينر ياخد 4. بيتحطوا 2 جنب بعض كده، وفي 2 بيروحوا نازلين عليهم من فوق كده بالبتاع المكنة الغريبة دي. الصين بقى أرض العجائب. يعني العربية وقفت بكام شحن؟ $1,500. طب لو على 3 $2,000، يبقى التاجر واخد خصم من 7-10% على السعر، وكمان بيشحن ارخص منك، ثم المعاملات بتاعته جوه مع مكاتب التخليص ارخص منك. فلو انت بتدفع 40-50 ولا 60 ألف عشان تخرج العربيه من الجمرك لمكتب التخليص، هو بيدفع اقل لانه بياخد سعر مخفض، لانه بيشتغل على عربيات كتير. طب ازاي اجيب انا العربيه واصله هنا بمبلغ فليكن مثلا $30,000، وانت عاوز تبيعها لي ب40؟ ده انت المفروض جايبها ارخص مني. يعني لو انا جبتها ب30 انت طبعا جايبها ب25 مثلا، ده انت جايبها ب25 وبتبيع اغلى. السؤال بقى، هنعمل ايه مع التجار؟ طلعوا لك في جنونه جديده. في تجار كده من النوع اللي بيحب يسوق الهبل على الشيطنه، نوع مش كله، يجي يقول لك ايه، ايوه صح، هو الدولار نزل من 75 ل 47 وربع، لكن الدولار الجمركي زاد عشان كده مش عارفين نخفض. لا يا راجل، بلعتها انا بقى، قاعد انا بقى لبس السلطانيه. هو انت لما كنت بتسعر بال 75 كنت بتروح بتسدد الجمرك على الـ31؟ يعني انت كنت بتروح للبنك فالبنك بيدي لك الفلوس فانت بتسدد الجمرك بسعر دولار 31؟ ما هو لو اللي هيقول لي يبقى حرامي، لانه ده معناه ان انت كنت بتغلي علينا سرقه. ده واحد. اللي هيقول لي لا، ده انا كنت بسدد برضو على الجمرك ابو 75، وده ما حصلش، لان انت اصلا ما اشتريتش عربيات لما كان هو ب 75. هي العربيه ايه؟ هو الدولار زاد النهارده، بعت انت جبت الجني مارد المصباح جاب لك العربيه من الصين لحد مصر في لمح البصر؟ ليه فاكر نفسك مين، سيدنا سليمان ولا ايه؟
هو واحد بحكمة ربنا ومعجزاته سيدنا سليمان، مفيش تاني، ده نبي. جبتها انت ازاي بخمسة وسبعين يعني؟ ايوه يعني ده مش معناه ان الدولار الجمركي زاد دلوقتي. ما هو زاد. انت كنت قبل كده بتروح تشتري الدولارات من السوق الموازي، من السوق السوداء، تجيب بيها العربية وتسدد بيها الجمرك، ودلوقتي بتروح للبنك بتجيب الدولارات من السوق الرسمي بتجيب بيها العربية وتسدد. إذن هو لازم السعر ينزل عن الايه، مش عن الاوفر برايس، عن السعر الرسمي. عن الايه يا يوسف؟ عن الرسمي مش الاوفر برايس. انتوا بتشتغلونا؟ طب ان شاء الله عنها ما تشرد، خليها. الدليل على انا بقوله العربيات مترمية عند التجار 22 و23، يعني انت شاريها على قديمه وعاوز تبيعها لي على جديده؟ ده انت مفتري قوي يا اخي. لا بس في حاجات نزلت 24 يا راجل بجد، يعني تتدخل ل 24؟ طب ده انت هايل وشاطر اهو. امال جاي بتقول اصل السوق كده مش عارف ايه دخل حاجه، واصل ولو مش عارف ايه الاجراءات اتعطلت هيبقى الطلب اعلى من المعروض فالسعر هيزيد وهيرجع الاوفر تاني. لا انتوا بترجعوا الاوفر عشان عايزين تضربوا الفلوس في جيوبكم. ده من الاخر. ده من الاخر. هو كم واحد في مصر بيشتري العربيات بالاسعار دي؟ مفيش. انتوا بتشتغلوا الناس وعايزين تشفطوا اللي في جيوب الناس باي شكل من الاشكال. عشان كده انا بقول انا كل اللي انا عايزه من الحكومة الجديدة وتحديدا قطاع التجارة الداخلية، مفيش هزار مع التجار، مفيش رحمة، لا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة. فهم الحقيقة لا لديهم أي شفقة ولا رحمة، لا بالمواطن ولا بالبلد ولا باقتصاد البلد دي. طب احنا طالبين منه حاجة؟ لا مش طالبين حاجة زيادة، احنا طالبين القانون. القانون، القانون بمنتهى الفاعلية. اللي هيسرق المواطن اقطعوا ايده بالقانون، يتشمع، يتلغي بقى ترخيصه، يتقفل المحل بتاعه، يتسحب منه، يعني زي ما يطلع. شوفوا القانون بيعمل ايه واعملوه. خلونا نروح عشان بس انا طولت. معلش يا يونس، انت الواحد عارف الحاجات دي بتضايق. محكمة جنايات اسكندرية حكمت بالسجن المشدد لست متهمين. الست متهمين دول شرعوا بقتل البلوجر المصرية سارة واللي فقدت بصرها في حادث، يمكن حضراتكم التأكيد عارفين القصة، وخدوا أحكام تتراوح ما بين 7 ل 15 سنة. 7 ل 15 سنة. خلونا نروح لهذا الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ لا تظن ابدا انه القضيه الفلسطينيه او قضيه الصراع العربي الصهيوني في المنطقه تغيب عن هذا البرنامج ولو لحلقه واحده. النهارده زي ما انتم عارفين في اجتماع في العاصمه القطريه الدوحه، هو الاجتماع الثلاثي، مصر وقطر والولايات المتحده الامريكيه. كويس؟ طيب. الاجتماع بالتاكيد معمول لاحياء مباحثات الهدنه. الصهاينة بيقولوا احنا عايزين الضمانة الامريكية. الضمانة الامريكية للايه؟ الضمانة الامريكية من وجهة نظر الصهاينة ضمانة امريكية انه حتى لا يتكرر ما حدث في 7 اكتوبر مرة اخرى. بس احنا من ناحيتنا بنسأل سؤال، احنا عايزين الضمانة بتاعت انه هم ما يكرروش اللي عملوه في الضفة، ده على سبيل المثال، او ما يحصلش اللي حصل النهاردة في القدس المحتلة، ده على سبيل مثال آخر. يعني احنا بنتكلم على آلاف المستوطنين برضو راحوا على أهالينا الفلسطينيين للاستفزاز وجر الشكل والاعتداء، ثم مسيرتهم الاستفزازية وهم رافعين أعلام الاستفزاز، وبالمناسبة تحت علم وسمع وبصر بل وحماية الاحتلال. احنا اللي عايزين الضمانة. بيستمر التبجح طول الوقت، يعني
المعتدي يتبجح ويطلب ضمانات. والأمريكان الحقيقة بيعملوا شيء غاية في الغرابة، بل هو بجاحة سياسية حقيقية. يعني بناء على إيه؟ بناء على وسائل الإعلام الأمريكية اللي بتقول إن مجلس النواب في أمريكا بيصوت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. إيه؟ أيوة، ليه بقى هيفرض العقوبات؟ هيفرض العقوبات لأن هم طلعوا مذكرات توقيف بحق قادة الكيان الصهيوني. إيه ده؟ إيه ده؟ هو إيه اللي بيحصل؟ يعني الآية بتتقلب، الموازين ما اختلتش، هي الموازين بتتعكس. يعني فلان الفلاني مجرم، فإحنا هنعاقب المحكمة عشان بتقول عليه مجرم، مش بعاقب المجرم، أنا بعاقب المحكمة. مشروع القانون الخاص بفرض العقوبات على الجنائية الدولية صوت له أغلبية النواب الجمهوريين و42 نائب ديمقراطي. فالولايات المتحدة الأمريكية فعلا وكأنها تتحدى العالم، تتحدى الإنسانية، تتحدى المنطق، تتحدى العدالة. الأمريكان الإدارة دي بلد مؤسسات، فتيجي هنا لما تيجي تشوف مجلس النواب هو بيعارض بصراحة بتبجح مخيف انه الناس يتقبض عليه. ازاي نعمل ده؟ يعني ازاي العالم بيستقبل ده؟ خليني اروح للكاتبة والباحثة السياسية استاذة مرح البقاعي، وطبعا الدكتورة مرح البقاعي، وهي رئيس تحرير وايت هاوس ان عربيك او وايت هاوس بالعربية. اهلا بيكي دكتورة مرح. اهلا استاذ يوسف، شكرا للاستضافه. اهلا وسهلا بيكي، احنا اللي شكرا على قبول المكالمه الهاتفيه للتحليل. ما الذي يحدث في واشنطن؟ كيف يصوت مجلس النواب لتوقيع عقوبات على محكمه شغلتها انها تحقق فتوقع مذكرات التوقيف؟ اصبحت الموازين معكوسه او هكذا ارى، وصححيني دكتوره مرح. استاذ يوسف، خليني أبدأ من الأجواء هون في واشنطن. أرجوك. أجواء انتخابية بامتياز، وليس فقط انتخابية سهلة لكن انتخابية صعبة جدا. وأكثر الأمور التي نراها الآن في الكونغرس أو في مجلس الشيوخ والقضايا التي تطرح والتصويت عليها يتعلق بالمناكفات الانتخابية التي تجري الآن بين الحزب الديمقراطي من جهة الذي مرشحه الرئيس بايدن، والحزب الجمهوري من جهة أخرى الذي مرشحه سيكون، لم يرشح بعد رسميا لكن هو المرشح الأوحد الآن المحتمل، الرئيس الأسبق دونالد ترامب. هذا بداية. بالنسبة لموضوع اللي تفضلت فيه عن الجنائية الدولية، نحن لا نستطيع أن نخفي الشمس بالغربال. إسرائيل هي حليف استراتيجي تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس بايدن دعم إسرائيل في بداية حرب أو في بداية ما حدث من أحداث في 7 أكتوبر، وكلنا نتفق أن هذه الأحداث كانت دموية وغير منصفة وتم مهاجمة المدنيين فيها، وهذا ضد القانون الدولي. هذا بداية. لكنه حاول باستمرار أن يضغط على حكومة نتنياهو في وقف هذه الحرب، وفي أن هذه الحرب تحولت إلى إبادة جماعية، وهو حتى وقف في وجه الكونغرس الذي أقر صفقة أسلحة لكنه لإسرائيل طبعا، لكنه قال أن بإمكانه أن يوقف هذه الأسلحة إذا لم تتوقف إسرائيل عن توجيه الأسلحة للمدنيين، ونحن كلنا نعرف أن من يدفع الثمن في غزة هم المدنيين. نعود إلى موضوع المحكمة الدولية. يعني ارتأى المصوتون وهم الأغلبية الذين صوتوا، وليس الكل صوت، ليس بالإجماع لكن بالأغلبية، أن القرار اللي اتخذ غير
متوازن ما في بالانس، وانه كان منحازا الى طرف حماس، وان حماس مجموعه ارهابيه مصنفه ارهابيه في امريكا تحديدا يعني، وفي اكثر من دوله في العالم، وان ما حدث في 7 اكتوبر هو هجوم على مدنيين وهذا ضد القانون الدولي. من هذا المنطلق تم الدفع باتجاه هذا التصويت بالاغلبيه على القرار. ونعود للنقطه الاساسيه ان اسرائيل حليف تاريخي واستراتيجي للولايات المتحده الامريكيه، وعاده الولايات المتحده الامريكيه لا تخذل حلفائها. طيب يجي سؤال برضو دكتور مرح، هل تصنيف حماس من قبل الأمريكان أو غيرهم أيا كان شكل التصنيف، هل ينفي أنه هذه الشخصيات الصهيونية اقترفت جرائم حرب، اقترفت جرائم ضد المدنيين يعني، فيقولوا عن حماس ما يقولون ويصنفونها كيفما شاءوا؟ الحديث ليس عن حماس، الحديث عن أنه هؤلاء مجرمين. فهنا بيجي السؤال، أين المنطق في هذا الدفع؟ أستاذ يوسف شكرا لهذا السؤال المهم. أبدا لا ينفي الجرائم ولا يبرر ولا في أي تبرير بالعالم للجرائم التي ترتكب الآن بحق المدنيين العزل الفلسطينيين على الإطلاق. لكن الحرب دائما أول ضحية في الحرب هي الحقيقة، ضاعت الحقيقة بكل بساطة. وفي نفس الوقت نحن لا نستطيع أن نقول أن لدينا مجموعات متطرفة في الطرفين. في طرف حماس، خليني أعطيك مثال يا أستاذ يوسف. اليوم القاهرة التي تبذل جهدا كبيرا من أجل وقف إطلاق النار، ونحن نثمن وساطتها وساطة قطر من أجل وقف إطلاق النار، حماس رفضت أن تذهب إلى الاجتماع، وهي تتباهى في المتحدثين الذين ترسلهم إلى وسائل الإعلام، وأنا أتابع بكل نأمة في وسائل الإعلام أنهم لن يذهبوا إلى القاهرة ولا على علاقة لهم بوقف إطلاق النار وسيستمرون. لأنه بس يمكن في هذه النقطة خليني برضو يعني أوضح أمر ما. حماس قبلت المبادرة المصرية لوقف الإطلاق النار، إلا أنه ما حدث يمكن ده كان من أسبوعين، إلا أنه ما حدث أنه إسرائيل هي اللي رفضت موافقة حماس وقامت بضرب رفح، يعني حتى مع إعلان حماس أمام العالم أنا موافق وهوقف وقبلت المبادرة المصرية، إسرائيل اللي رفضت. فليكن أستاذ يوسف، فليكن الرئيس بايدن بنفسه ظهر وأعلن عن لنقل خارطة الطريق جديدة. والمصر مشكورة دعت لمناقشة هذه الخارطة، لماذا لا يذهبون؟ وفي نفس الوقت أنا لا أدين فقط حماس، في نفس الوقت عندك حكومة متطرفة تعيش في ظلمات التاريخ، حكومة نتنياهو فيها متطرفين يريدون حتى إخراج عرب 48 من فلسطين من أرضهم التاريخية. فتخيل يا رعاك الله يعني حجم التطرف في الاتجاهين. وأنا يعني أعود وأقول كان يجب أن تكون حماس اليوم في القاهرة، هي لا تريد أن توقف، لأن وقف إطلاق النار يا سيدي بكل بساطة يحرك مشروع السلام، وفي جهات لا تريد تحريك سلام مشروع السلام لأن السلام يخسرها وظائفها ومناصبها بكل بساطة. لعل دي تكون رؤية ما يعني، لعل دي رؤية ما، لكن الحقيقة لما جل وجود حماس النهاردة في القاهرة لو عايز الحق، لأنه القاهرة الآن أو المفاوض المصري موجود في الدوحة بالفعل الآن، ونحن نتحدث كما تعلمين بجانب المفاوض الأمريكي موجودين في ضيافة دولة قطر لإعادة البعث لهذه الأمور، وبالتالي لا يوجد مجال لوجود حماس اليوم. ولكن التصريحات الواضحة لحماس خلال 3 أيام فاتت أنها ليس لديها أي مشكلة في قبول المبادرة، بس هم كمان عاوزين ضمانات. الغريب أنه إسرائيل هي اللي بتقول أنا عايزة ضمانات. طيب أستاذ يوسف، ضمان أمريكا، الرئيس بايدن بنفسه ظهر وأعلن عن
يعني خارج الطريق، الا يكفيهم ضمان امريكا ويريدون ضمان من اين؟ ما انا ما خدتش ضمان من يعني خليني اصارحك جدا، يمكن المشاهدين المصريين يعلمون، انا اخر حد ممكن يدافع عن حركات اسلاميه سياسيه في المنطقه بالكليه، يعني انا متهم منهم جميعا بامور كثيره، لكن المساله متعلقة بأنه إحنا عموما أنا وحضرتك دكتور مرح وغيرنا كعرب نحن نحتاج لضمانة أمريكية لعدم تكرار هذه الشنائع والمذابح. النهاردة هم دخلوا على المستوطنات بالقدس المحتلة، النهاردة مارسوا مرة تانية مسألة العروض الاستفزازية وتحت حماية جنود الاحتلال، المستوطنين دخلوا مرة أخرى على مناطق سكنية للفلسطينيين، فأنا محتاج ضمانة أمريكية واضحة. وطبعا أنا أتفق مع أنه وضمانة أخرى لأنه المقاومة لا تفعل مثلما فعلت في 7 أكتوبر أو حتى في أيام قد تكون سابقة أو تالية عليها، يعني نريد هدنة حقيقية، إيقاف حقيقي لإطلاق النيران. أستاذ يوسف كلامك مشروع ودقيق جدا، الضمان الوحيد لإنهاء هذه المجازر من الطرفين في أرضنا الحبيبة فلسطين هو دولة فلسطين، دولة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، لكل دولة حقوقها وحدودها وموقعها في العالم وعلاقاتها الدولية وعلاقاتها العربية المحترمة والمقدرة، وعندها فقط ممكن إسرائيل أن تكون آمنة. لكن طالما إسرائيل عم تحارب ميليشيات وفصائل مسلحة وطالما لا تريد أن تعترف بدولة فلسطين، هذه هي النتيجة. دولة فلسطين هي الضمان الوحيد لنا جميعا، ليس فقط لأهلنا في فلسطين، لكل المنطقة العربية. لا يوجد ضمان أكثر من هذا الضمان. كنا قبل 7 أكتوبر ولهذا نسعى لأجل إعلان الدولة الفلسطينية، يعني كل ما تقوم به مصر هو مسألة متعلقة صحيح مما لا شك فيه بوقف المعاناة والمأساة الإنسانية، ولكن وصولا إلى نتيجة كبرى ألا وهو إعلان الدولة الفلسطينية كدولة مستقلة كاملة السيادة على أراضيها اللي يتم الاعتراف بها دوليا طبقا للمباحثات التي يجب أن تدور ما بين الأطراف المعنية. خليني أشكرك مرة تانية دكتور مرح، وأتمنى أنه يعني إن شاء الله نلتقيك عندما تأتي إلى القاهرة. كل الشكر دكتور مرح البقاعي. طيب احنا كده لازم هنروح فاصل يا اولاد، صح؟ لازم نطلع فاصل بقى ونبدا نستقبل ضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو. استنونا فورا حالا بالا. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم. الدواء ده ما فيهوش هزار بقى. طيب الحكومة خدت قرار بتشغيل لجنة لمراجعة أسعار الدواء كل 6 شهور، هايل. آليات لتنظيم سوق الدواء واستقرار السعر، وما بين قوسين وتوافر الأصناف، دي حاجة بقى مهمة جدا قوي خالص. خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الاستوديو. دكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم، إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله. دكتور علي عبد الله رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية، منورنا يا دكتور. إزاي الحال؟ طيب أبدأ الأول بدكتور علي عوف. أنا هبدأ الأول بتوافر الأصناف ثم الاستقرار. نبدأ منين؟ كيف أضمن توافر كل أصناف الدواء ما خشش الصيدلية ويتقال لي مفيش أصله ناقص؟ تمام. أولا هو الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي وليها بعد اجتماعي، والبعد الاجتماعي ده مهم جدا في منظومة الدواء. الدواء مسعر جبريا، واحدة من 3 سلع تسعير جبري. احنا عندنا في مصر حوالي 17,000 دواء متداول. الأدوية اللي موجودة في مصر معظمها المتداولة هي عبارة عن أدوية مهاش ابتكارات جديدة، هي أدوية أساسا موجودة في كل دول العالم،
شائعة وتصنيعها ما هوش صعب وفي أكتر من شركة بتنتج وكده. إحنا في مصر بنتعامل مع الدواء بمنظومين، منظوم تأمين صحي ووزارة الصحة ومستشفيات عسكرية، شراء موحد يعني. الشراء الموحد بياخد بالاسم العلمي خلاص، الأفضل سعرا، لأن كل الأدوية كلها بنفس الجودة، مفيش حاجة اسمها نفس الجودة نفس الفاعلية، كل حاجة بنفس فهنا بنشوف عامل السعر هو اللي بيفرق في الآخر. نمسك في القطاع الخاص، الأطباء بيبقوا موجودين في المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة، بيكتبوا بالاسم العلمي ونتائج زي الفل، مفيش أي مشكلة ومفيش اعتراض على، هو بيبقاش عارف أنهي شركة اللي موجود. في العيادات الخاصة الزملاء بشركات شاطرة بتجتهد بتزور بتحفظ الاسم التجاري، بيبدأ الطبيب يثق في الاسم التجاري أو شركة معينة، يبدأ يكتب وكده بالاسم التجاري، يحصل نقص. العالم كله، احنا في مصر بنشتغل على منظومة التسجيل والتداول الأوروبي أو الأمريكي في تسجيل الدواء في مصر، دي مرجعيتنا، مفيش حاجة اسمها دول غير مرجعية. لو في دواء فيها مش موجود في الدول المرجعية احنا في مصر لا نعترف بيه. نيجي بقى في موضوع تناول الدواء في أوروبا وأمريكا، ويمكن حضرتك شفت برا انك الروشتة مفيش، يا دواء بروشتة يا مفيش دواء، محدش خلاص طبعا. برا بيوصل طريقة الصرف ان هو بيدي عنده عبوة بياخد منها كم قرص ويعبي ويكتب الاستخدام كده يعني في الأنبوبة البلاستيك البرتقالي. واحنا اصلا يعني عندنا في مصر السايز بتاعنا او حجم التداول شريط خلاص، واحنا لا نحبذ بان هو تبقى عبوه وتتفك وتتعمل، لا هي شريط يطلع مقفول وهيئه الدواء مسعره بالشريط. طيب بره الطبيب بيكتب اسم علمي والصيدلي بيصرف المتاح عنده، مفيش ازمه تذكر بانك انت بتحس، لان الادويه كلها شبه بعض. انا النهارده في مصر لو عندي عدد من اصناف ناقصه فهي مسمعه لانها الاشهر تجاريا والاكثر انتشارا والاكثر مبيعا، طب هذه الاصناف اللي هي ليها ناقصه هل ليها متائر وبدائل؟ لان هي ماشي، الاصناف اللي ناقصه دي على فكره ما هياش عجبه، مش حاجه يعني مميزه فيها سحر هتختلف، مش اختراع جديد، مش اختراع جديد يعني، لا ده ادويه زيها زي ادويه تانية موجوده، ولكن في اصناف اكثر شهره واكثر دعايه فبيبقى مسمعه اكتر خلاص. لما يبقى عندي انا جوه مصر اكتر خمس اصناف بيبيعوا، واحد منهم بتاع باراستامول من اكتر باراستامول، ده الاسم العلمي له على مستوى العالم خلاص، في مصر بيعتبر واحد من اكبر خمسه بيبيعوا. طب ما انت النهارده الاغلى، طب ما هو انت اصلا في حاجات باراستامولز تانية لشركات مصريه وطنيه نفس الجوده ونفس الفعاليه ونص سعر فيه، فلو نقص يسمع. فلا انا محتاج النهارده يبقى في وعد. انا النهارده اقدر اروح للصيدلي، الصيدلي له كبير دور كبير في ان هو التوعيه. انا مع حضرتك موضوع كنا عملنا حلقه على قصه دواء الغده، نقص الغده، بلد كلها والفيسبوك اتقلب على دواء الغده نقص، وناس تقول لك اصل الناس هتموت اصل. وقتها لما بقى في وعي اعلامي ان في مثائل وبدائل مصريه خلاص، بدات الناس تتجه الى المثائل والبدائل المصريه. النهارده الدواء الاجنبي موجود محدش بيسال عليه، بقى في وعي وفي توجيه سليم. الدواء المصري نص تكلفة الأجنبي مستورد. وبالتالي أنا كمواطن بستفيد بفرق السعر ليا في حاجة تانية. دي قصة إن أنا الأدوية كلها نفس الجودة ونفس الفعالية، مفيش حاجة اسمها دواء نص نص أو المادة الفعالة إحنا لا بناخد منها حتة. أيوة. مفيش الكلام ده حضرتك، مش موجود في الصناعة، وهيئة الدواء لا تسمح بإنها بينزل دواء غير مطابق له. ده كلام حلو. انا هنا هرجع لدكتور عيوة، يبقى في عندي سؤال برضو، الا وهو مين اللي مسؤول عن الاسطوره بتاعه اصل المصري كفاءته اقل من الاجنبي، التركيز بتاعه اقل من الاجنبي؟ انا بسمع الجمله دي لو انا داخل الصيدليه بيتقال لي كده، طب ما تاخد المستورد احسن.
بيتقال لي كده من بعض الناس، مش هقول كل الناس بس بيتقال لي كده من بعض الناس. ده واحد. اتنين، زي ما كان ايضا بيتكلم دكتور علي مره تانية على مساله مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. طيب، ومن ناحيه اخرى انا ليه الروشتة ما بتتكتبش بالاسم العلمي؟ ليه بتتكتب بالاسم التجاري؟ طيب خلينا اقول وانا دردش مع دكتور علي قبل الهوا انه التورته كبرت قوي وحلوه في مصر. انهي تورته بقى؟ تورته الدواء. تورته الدواء احنا بنتكلم يا استاذ يوسف على 200 مليار جنيه حجم تورته الدواء في مصر. ها. من 7 مليار جنيه في 2003، حتى كنت براجع الرقم مع الدكتور علي عشان ممكن اكون نسيت ولا حاجه. فعشان تتكلم على 20 سنه حجم التورته تزيد من 7 مليار ل 200 مليار، لا ده قفزه كبيره جدا. هذه التورته خلت فتحت عيون ناس كتير عليها، شركات عالميه، استثمارات محليه، وبالتالي المنافسه زادت. طب بتنافسوا على مين؟ على ثلاث عناصر: الطبيب اللي بيكتب، والصيدلي اللي بيوفر الدواء، وعقليه المريض. وبالتالي هنا الدواء البارستامولي اللي بيتكلم عليه الدكتور علي، اللي ما عند الدواء ده اصلا عمره كام سنه في مصر؟ 10 سنين، 15 سنه، 20 سنه. طيب احنا عندنا بارستامول من شركه النصر اللي في الستينات. اللي يخلي دواء يخش في مصر بقاله 10 سنين يبقى من ضمن خمس ادويه في مصر هي اكثر مبيعا، بينما الدواء المصري الاصيل يتراجع الى وراء؟ هو قوه الدعايه، قوه اللعب على في التلفزيون، السيلز بينزلوا على العيادات والمستشفى. آه يعني تمام، دعايه. فخلى النهارده الشركات الاستثماريه عندها منتجات كتير وبتنافس، وبالتالي عندها طريقتين للمنافسه. الطريقه الاولى انا بتكلم على منتجي، لكن فيها طرق اخرى يعني نون إيثيكال بقى، ان انا بضرب في المنتج الاخر. انا منتجي مظبوط وممكن يلعب بدماغك حتى بشكل علمي، لانه في دواء مثلا تاثيره 1%، في دواء اخر نزل جديد تاثيره 2%، مش بيقول لك ان الفرق بين دواء ده 1%، يقول لك ان انا زياده عن سابقي ب 100% افكت. هنا كده لعب بدماغك. وبالتالي هنا هناك مصالح. مين اللي وراء اشاعه ان ادويه التامين الصحي ادويه غير فعاله ولاش لازمه؟ هم برضو اصحاب المصالح. فطبعا ده شيء معروف، لكن يجب ان احنا ناخد بالنا. انا بس في نقطتين كده على السريع برضو. احنا ما عندناش نقص دواء، احنا عندنا فائض ادويه، وده شيء غريب جدا. سالت سؤال امتى اخش الصيدليه ما حدش يقول لي ما فيش. لا يمكن هيحصل. ليه كمان؟ لانه في شق اخر. بس انا بدخل الصيدليه بسال على دواء معين انا باخده، فبيقول لي معلش اصله ناقص، فبلف عليه في اربع خمس صيدليات. هقول سيادتك ليه؟ لانه ريح دماغه، ما رضيش يبذل مجهود معاك عشان يقول لك ان هناك مسائل. لكن انا ما اعرفش حضرتك فهمتني ولا لا، لما اقول ان مش هيحصل يجي يوم ان الواحد يخش الصيدليه يلاقي دواء بشكل كامل. ليه بقى؟ لانه في ادويه بتلغى عالميا. في دلوقتي دواء كان نوفالجين بتاع زمان. فمن غير المنطقي، احنا اطفال كنا بنسف نوفالجين. فمن غير المنطقي سيادتك تقول لي انا دخلت الصيدلي بسال عن نوفالجين ما لقيتوش، انا مش لاقي الدواء. هو اتلغى من الدنيا. اتلغى الدواء. لكن في بقى تقصير يا دكتور علي، تقصير من احنا متخصصين. لو انا مش متابع ان النوفالجين بيعمل كذا وان المفروض ما تكتبوش، هكتبه والعيان هدور عليه لانه الدكتور كاتبه لي. طيب اتفضل. دي نقطه مهمه قوي عايزين نركز عليها، ويمكن انا هستاذن حضراتكم هروح لفاصل. عايز ارجع للدكتور علي عوف على حاجه. انا بقدر اشوف مشكله جوه الصيدليات في مصر. في ولاد زي الفل واقفين في الصيدليات بس ما هماش دكاتره، هم خريجين تجاره وتربيه واداب بياكلوا عيش. لما انا هروح اساله على الدواء ده اللي انا بسال عليه هيقول لي مش موجود، وهو ما عندوش المؤهل العلمي اللي يخليه يرد عليا بانه بس على فكره ده البديل بتاعه كذا وكذا وكذا وكذا. هو كل اللي يعرفه انه هيروح داخل على الكمبيوتر مش موجود. وانا اظن ده من ضمن المشاكل اللي موجوده، ان جوه الصيدليات اللي موجودين ما هماش صيادله. هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
فبكل الترحيب بضيوفنا الاعزاء دكتور علي عوف ودكتور علي عبد الله، واعود مره ثانيه لدكتور علي عوف على مساله جزء من ما قد نطلق عليه نقصا، انه ابننا العزيز اللي موجود جوه في الغالبيه ما هماش دكاتره، ما هماش صيدلانيين، وبالتالي لما بساله على ايه دواء فبيقول لي مش موجود، مع انه في بدائل، بس هو ما يعرفش انه ليه بدائل، هو يعرف بالاسم بس، يبص على الانفنتوري المخزون، يبص على الادراج مش موجود، فاخد بعضي والف على ثلاث اربع صيدليات تاني وهكذا، اجيب من ده علبه واجيب من ده شريط وكلام من ده. وجزء اخر هو اصرار الاطباء على كتابه الاسم التجاري وليس الاسم العلمي. هنحل ازاي؟ اولا بالنسبه للصيدله، احنا مصر فيها اعلى معدل صيدله على مستوى العالم. حلو. احنا يمكن تفوقنا على النسبة العالمية. الأهم حاجة ان احنا بقينا فوق 300 ألف صيدلي تقريبا يعني، وده أعلى عدد موجود يعني، فعندنا فائض غير مسبوق في الصيادلة. الجزئية الثانية، المفروض دور النقابات انها وهيئة الدواء بتعمل الدور ده دلوقتي، انها بتعمل عملية توعية للصيدله لعمليه تطوير الصيدلي نفسه، ان هو يبقى دايما عنده ديفلوبمنت ويعرف القصه دي كلها. الجيل القديم اللي زي حالتنا طبعا، انا شخصيا لما بقف في صيدليتي انا بحاول ان انا بحب امارس مهنتي، يعني انا في الصناعه بس بحب امارس مهنتي كويس. بطبق الحاجه الصح. انا مثلا في وقت ازمه دواء الغدة كنت بصور المصري بموبايل، والبيشن بيبعته للطبيب على الواتس، والطبيب بيوافق على القصة دي. جالي استشاري عظام صديقي، جاي طالب دواء سكر لدواء شركة أجنبية، العلبة فوق 400 جنيه، فجبتها له وجبت له المصري العلبة ب 200 جنيه، قلت له شوف القصة، فأرى قال لي ده شركة مصري محترمة، أنا هاخد ده. حلو. فخد المصري ال 200 جنيه دول لصالحه. طبعا. هو ده أنا كصيدلي أقدر إزاي أوفر للمريض ال 200 جنيه دول يستفيد بيهم في حاجة تانية. إحنا بندفع بزيادة. سوق مصر على فكرة طبقا لإحصائيات الأكوفي اللي هي مسؤولة عن إحصائيات الدواء في العالم كله، بتقول لك سوق مصر اللي بيبيع، احنا عندنا بعد اجتماعي واقتصاديات والقصه دي كلها، ان اللي بيبيع في مصر النسبه الاعلى اكتر من 60 او 70% من الادويه الغاليه هي اللي بتبيع، مش الادويه اللي اسعارها قليله عشان الاسطوره بالظبط الاجنبي. هو هي دي النقطه. احنا لو في وعي وفي توجيه وفي دايما يبقى دورات تدريبيه للنقابات للناس تهتم بيها، والالزام يا دكتور، عايز الالزام. الطبيب يلزم بكتابه روشتة فيها اسم علمي مش اسم. هو بص حضرتك، هنا عندنا الصيدليه تلزم اما بحاجتين، يا اللي واقف جوه الصيدليه خريج صيدله، يا اللي واقف جوه الصيدليه واخد تدريب محترم عالي، انا مش عايز اقطع عيشه برضه في النهايه يعني، عايزه يتدرب مظبوط، انه ما يجاوبنيش الاجابه بتاعت اصله مش موجود. لا، هو انا مع حضرتك، هو المفروض يبقى في وعي ازاي، خصوصا في الظروف الحاليه، يبقى انا عارف ايه المثائل والبدائل اللي هي لا تضر. انما بالنسبه للاطباء، في من اكتر من 6-7 شهور السيد وزير الصحه اعلن للاطباء او طلع مناشده للاطباء بكتابه الدواء بالاسم العلمي، تمام؟ ففي اتجاه، انما الاتجاه ده محتاجين يبقى الزام ليهم. ايوه الزام بالاكتر ده في ايد وزير الصحه ونقابات الاطباء. صح، تمام. لانه في الاخر احنا لابد مصر تمشي بالاسلوب او الفكر العلمي وليس بثقافه مجتمع. مش مجتمع عايز اسم تجاري باسم معين، هو ده اللي همشي وراه الاسم العلمي علشان ما نخشش في ازمات. احنا شكلنا النهارده، انا الباراستامولز الاشهر في مصر، انا من سنه كنت في امريكا ما كانش موجود، الدنيا ما اتقلبتش يعني، في حاجات تانية موجود. من اسبوعين كنت في السعوديه كويس، الباراستامول
برضه مش موجود. المشهور هو المشهور. عارف حضرتك جوه الصيدليه في السعوديه تلاقي هيئه الدواء السعوديه حاطه يافطه كده ان الدواء له كذا بدائل ومثائل اخرى، ده للتوعيه للناس. فالقصه هنا احنا ثقافه انا عايز ده، الاصرار على ده، ده اللي عمل الازمه. تمام. انما في الاخر النواقص اللي موجوده هل ليها ولا دي حاجه عجيبه او اختراع مش موجود؟ الادويه اللي هي ليس لها بدائل ومسائل موجوده، بس موجوده فين؟ في صيدليات التابعه للدوله، الشركه المصريه لسيادات الاسعاف. اللي عايز يعرف موجوده لا في رقم 166-82، 166-82 ده رقم الخط الساخن لصيدلات الاسعاف، بدل الناس ما تروح طوابير وتسال موجود ولا مش موجود، بالتليفون يعرف اذا كان وموجود في اي محافظه، بدل ما تيجي من الصعيد لحد القاهره وسط البلد عشان تقف في الزحمه في محافظتك في اسيوط او في اسكندريه، في صيدليه هناك حضرتك تقدر ب 166-82 تحصل عليها، او 15-301 هيئه الدواء المصريه. 15-301 هيقول لك دواك فين؟ مثيله ايه؟ سعره كام؟ حلو الكلام ده. طب ارجع اخيرا قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا افهم ايضا مره تانية من دكتور علي عبد الله، هل هناك آلية ما قابله للتطبيق يا دكتور تمكننا من انه نتخطى مساله 1 الدواء المصري ما هوش فعال، 2 مساله لا خد الدواء ده، طيب ما انا عايز اعرف البديل طول الوقت، ايه الآلية والالزام؟ لا هو الدور اللي سيادتك بتلعبه هو دور التثقيف والاعلامي فقط. لا انا لا استطيع الزام الصيدليه بشيء ولا الزام العياده. لا مش الصيدلي، لا انا بتكلم على دور المجتمع بشكل عام، المريض، لانه استاذ يوسف في ناس مهدده بخطر الموت بسبب انه توقف على دواء له مسائل. الدواء القرص اللي شكل القلب مش موجود الايام دي، طيب انا عندي بديل واتنين، لا انا عايز العلبه اللي شكلها كذا. طيب انا ما اعرفش الدواء ايه، انا بخش الصيدليه اقول له انا عايز الدواء الفلاني اللي قال لي عليه الدكتور، فلما بيقول لي مش موجود المصري اول حاجه هيسالها هو البديل بتاعه ايه. المشكله في الشاب الرائع اللي واقف. لا يا فندم، ما بيعرفش. لا يا استاذ، معلش معلش معلش، ما احنا بنقول اصل حضرتك ما تعممش، لانه احنا في 80,000 صيدليه في مصر، مش معقول دي خالي من الصيدليات. وبعدين سيادتك اقول حاجه هيبلوب على سيادتك بقى، الصيدليه اللي ما تلاقيش فيها صيدلي اللي فرجع، تمام سيادتك، ضمن الامور، لانه انا محتاج في صيدليتي اللي يعمل لي الشاي واللي يرتب لي الدواء وكذا، فاصطف لابد ان يكون ايه موجود. الموضوع ده الصيدلي بيقف، بس بمرور الوقت في بعض الصيادله بينهك. تيجي ناخد مع بعض رحله نتجول فيها انا وحضرتك، نلف على 10 صيدليات ونعد كام صيدليه فيها كام شاب وشابه خريجين صيدله. اصل احنا بنمارس هذا العمل، لكن هناك اشياء محتاجه التعديل، منها في عزوف من صيدله الجدد على عمل في الصيدليات لضعف المرتبات. فزي دكتور علي ما انا هقول لسيادتك، لكن تقول لي اغلب الصيدليات لا ما انا هقول لسيادتك، لا فيها بس احنا بنمارس العمل. لكن بيحصل ايه في هذا الشق؟ انا بانهك جهدا، ان انا عارف لو انت عملت الناس بكل المنطق العلمي ده هدي اخر اليوم يجرالك حاجه. وبالتالي هنا الموضوع عايز دراسه من كل الجوانب، الطبيب، ومن الصعب جدا جدا الاطباء بقصه كتابه. لا ده موضوع يعني محتاج شوف، احنا حتى الان فشلنا ان نخلي الطبيب يحط دمغه على الروجيتا بتاعته، فشلنا انه يكتب عشان تفاديا الاخطاء انه يكتب الروجيتا على الكمبيوتر، ده حاجات بتمن كشفين. الصيدليات ممكن سيادتك دخلت ما لقيتش الدكتور علي في الصيدليه تسال تقول له هو جاي امتى، هيقول لك هي بيجي من الساعه 6 للساعه 12. ضعف المرتبات كمان المشكله، ان الصيدله الجدد متعلمين كويس قوي يا استاذ يوسف، كويس قوي، صح، انها مش قادر بيبحث عن دور في الصيدليه بيلاقيش، لانه عايز يعدي، لا عايز يشوف دور، انت بتقول لا حاسب انت المكتوب لك اعمله، لو شايف غلط ما تعلقش عليه. دي نقطه في بقى مسائل قانونيه، ما فيش قانون بيلزم الصيدلي الحديث التخرج انه يلتزم بمواعيده في الصيدليه. يعني فجاه ممكن يقول لك يا دكتور علي انا مش جاي بكره، خلاص مش جاي بكره، منظر. وبالتالي التفتيش برضه مع الدكتور علي بنناقش في القصه دي، لابد انه لا يبحث بس عن الامور القشريه والظاهريه في القصه، لا يبحث عن
الجوهر، وده محتاجين في حلقات نتكلم فيها ان شاء الله. يعني هو الموضوع انا بشوفه واحد من اهم الموضوعات اللي لازم تفضل مطروحه على زي مائده النقاش كده زي ما بيتقال. الوقت جري للاسف الشديد، لكن انا بشكرك جدا جدا دكتور علي عوفة لوجود حضرتك معانا، رئيس شعبه الدواء، دكتور علي عبد الله رئيس الجمعيه المصريه للدراسات الدوائيه، نورتنا. الموضوع كبير بس انا مصر اخد معايا دكتور علي ونلف لفه على 10 صيدليات عشان هي معاك هيشوف معايا صدمه صدمه. على كل انا قلت لهم في الفصل على اسم صيدليه، وانا ممكن اعد اسماء بس مش هقولها على هوا عشان ما نضرش حد، انه يعني دي مش قواعد اخلاقيه يعني. على كل خلصت الحلقه لحد كده، وحالا يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. احنا لو كلنا العمر بما ان النهارده الاربع، يبقى نقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.